أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا مباشرة من هنا من ملعب سانية ترمال في مدينة تطوان لمتابعة واحدة من أهم مباريات الدور الربع النهائي من منافسات الكأس الغالية، كأس العرش بين المغرب التطواني والمغرب الفاسي، تحدي بلوغ المربع الذهبي، المربع الأخير، المربع الكبار للمنافسة الغالية. المغرب التطواني يلعب اليوم أمام ما يزيد عن 10,000 مناصر. عبد الرحيم رخيص وزكريا برينسي وما حكم الفار والأفر في هذه المباراة. المغرب التطواني والمغرب الفاسي نظن أنه من نوعية النوادي اللي عندها قوة شخصية اللي نتمنى أن تكون اليوم في مباراة الماس والمغرب التطواني. تنطلق الكرة يا سادة من أقدام لاعبي المغرب الفاسي في هذه المباراة عبر دريس الجبلي في محور خط الدفاع عبر كورتو ياسين غزواني بن جليل لفريق المغرب الفاسي الذي يبحث على هدف في هذه المباراة من فريق المغرب التطواني. فيلالي نقل الكرة للأمام، فيلالي 24 سنة، فيلالي لاعب حارس مرمى سابق للمغرب الفاسي، يعرف تقاليد هذا النادي، بدايته كانت رفقة المغرب الفاسي، يعرف تاريخ، يعرف التاريخ وجغرافيا فريق المغرب الفاسي، وبالتالي واجه رفقاء الأمس في هذه المباراة كقائد كعنصر ثقة آخر في التشكيل. كرة نحو باتشي والتدخل من أحمد رضا تيغناوتي، لم تتضح بعد معالم الهدف الأول في هذه المباراة. الاعتماد على الكرة في العمق الدفاعي، كرة وضربة خطا لفريق المغرب الفاسي، تلعب الكرة مساوية في منطقة الجزاء والتدخل من المدن، يتدخل تعود من أجردوم، الضغط على حامل الكرة من جولوس، لكن أجردوم بخبرة سنوات يحاول أنه يتخلص من الكرة ويحاول أنه يوصلها للأمام. بوريغا 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 هدف أول في هذه المباراة لنمور الصفر، هدف أول في هذه المباراة للمغرب الفاسي. خطأ في التغطية الدفاعية في لحظة شروط، لحظة شروط وخطأ في المحور. شوف الإعادة لما حدث في الكرة الماضية، شوف طريقة استقبال الكرة والعمل الكبير من بوريغا وإتمام الكرة في المرمى لفريق المغرب التطواني من يتولى تنفيذها وإلى الفردوسي. حكم قال لهم ما كاين ولا شيء، يستدعي الاعلان عن ضربه جزاء في الكره الماضيه، ضربه زاويه لفريق المغرب التطواني. نقل الكره من جديد في منطقه جزاء المغرب التطواني، فرصه لبلوغ هدف التعادل، كره في منطقه الجزاء، مدن يعيد عقارب الساعه لنقطه البدايه ويتمكن من تسجيل الهدف، هدف التعادل 1-1 في مباراه اليوم السادة بين المغرب الفاسي والمغرب التطواني في ملعب سان ترمل. 1-1، نعود لنقطة البداية من جديد للمغرب الفاسي. تلعب في القائمة الأول، التدخل من جبيرة، ضربة سوي أخرى لكن الحكم يونيا متعادلة، هدف لهدف بين المغرب الفاسي والمغرب التطواني. على أمل أن ألقاكم عن طلق الجولة الثانية. كريم صبري في طريق للإعلان عن انطلاق الجولة الثانية من قدم السنغالي باتشي. تنطلق ثاني جولة هذه المباراة لفريق المغرب التطواني، كرة للأمام نحو جولوس والتغطية من دفاع فريق المغرب الفاسي، تعود الكرة من الطرف الأيمن مساوية لكن تدخل دفاع المغرب التطواني والكرة في التماس المغرب الفاسي. المغرب الفاسي الذي تحسن أداؤه، كرة تلعب في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع المغرب الفاسي، مازال الكرة مع ساني. ولا لا، كان بالإمكان أن يكون واحد من أجمل أهداف مباريات الكأس يا سادة. محسني جودة التسديدة وكأننا تفاعلنا مع هدف، شوف الطريقة والتسديدة والبراد ويبراد. مباراة تصفية كأس العالم، كرة للمغرب الفاسي، نقل الكرة في منطقة الجزاء والهدف للمغرب الفاسي. المغرب الفاسي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 62، خطأ في التغطية مرة أخرى لدفاع المغرب التطواني، يستقبل بهدف ثاني لنمور الصفر المغرب الفاسي. التدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي، مازال الكرة التطوانية، إمكانية من بلال، بلال يوصل لامين، لامين يسدد، لامين، الكرة للمغرب التطواني والهدف، الهدف يا سادة هنا في تطوان، الهدف يا سادة هنا في لايبيكا، الهدف هنا يا سادة في الحمامة التي تطير فرحا بهدف التعادل، بهدف التعادل
في مباراة مجنونة في الشوط الثاني، في مباراة مشعلة في الشوط الثاني. هذه مباريات الكاس، هذه متعة الكاس. كرة في تماس فريق المغرب الفاسي. تعود الكرة للحارس صلاح الدين شهاب لفريق المغرب الفاسي. وكريم صبري ينهي المباراة بتعادل هدفين مقابل هدفين بين المغرب التطواني والمغرب الفاسي، لنعبر نحو شوطين إضافيين في انتظار صافرة انطلاق الشوط الإضافي الأول. ينطلق الشوط الإضافي الأول من هذه المباراة بين المغرب الفاسي وفريق المغرب التطواني. لفريق المغرب الفاسي كرة للأمام باللمين، تعود من جاي، استلم الكرة من سعد، جلو الدعم الجليسرى لفريق المغرب الفاسي. المغرب الفاسي يحاول التعامل بحذر مع رغبة المغرب التطواني لتسجيل هدف ثالث، يحاول تضييق كل المنافذ والحلول. لكزير 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 لكزير، هدف للماس، هدف للماس في الدقيقة 95 من المباراة، في الدقيقة 5 من الشوط الإضافي الأول. للماس لكزير مرة أخرى يستغل هفوة ونصف فرصة موقعا بذلك الهدف الثالث، تصبح النتيجة السادة 3-2 للمغرب الفاسي. كرة لفريق المغرب التطواني تسدد، والتدخل من صلاح الدين شهاب يتدخل ليضع حدا لخطورة المغرب التطواني من خلال الكرة الثابتة. كرة مساوية والتدخل من دفاع فريق المغرب التطواني، والحكم ينهي الشوط الإضافي الأول بتفوق المغرب الفاسي 3-2 لكي نتحول بعد ثواني فقط للشوط الإضافي الثاني من هذه المواجهة بين المغرب التطواني والمغرب الفاسي. المغرب الفاسي متفوق في النتيجة 3-2، قرب من بلوغ الدور النصف النهائي من هذه البطولة. لحظات وتنطلق الشوط الإضافي الثاني، ينطلق الشوط الإضافي الثاني من هذه المباراة بين المغرب التطواني والمغرب الفاسي. عبد اللطيف جريندو يقول لهم قمت العليا وبقى أمامكم سوى أن تتعاملوا بمنتهى الحذر مع ما تبقى من دقائق هذه المباراة إن أردتم تسجيل هدف التعادل. كرة تعود من رشدي عبد الواحد، تم الجليسرى لفريق المغرب التطواني. كرة تطوانية معدة، يحاولون يمرروا الكرة في التماس للمغرب التطواني دائما. كرة من رشدي عبد الواحد، كرة لبلال المغرب، بلال يسدد، بلال استدعى، كانت موفقة لكن التدخل من حارس المرمى صلاح الدين شاب. رشدي للأمام للمغرب التطواني، لمين في المتابعة، تدخل من الدفاع مازال إمكاني، كرة تسدد والتدخل من أكردوم. أكردوم قام بأدوار دفاعية مهمة في هذه المواجهة، مازال الكرة لأبناء تطوان، إمكاني للمراوغة، بلال بلال بلال، تمضي بخطوة، تمضي بسنتيمتر وليس سنتيمتر، معنوي معنى في هذه المباراة. قام من جديد بالمطلوب منه بلال المغربي في الكرة الماضية، قام بالأصعب وسدد، لكن هي مسألة توفيق، غير توفيق في هذه المباراة. للمغرب التطواني صعود كل اللاعبين، ونحن نلعب الدقيقة الأولى من الوقت المضاف. كرة للمغرب التطواني، ممتازة كانت الفكرة، ممتازة، ممتازة من الغطاس الكنترول، من بعدها للصدارة وتسديد الكرة بالطريقة اللي شفناها. نقل الكرة من الطرف الأيمن والتدخل من جبيرة، تتحول الكرة من بلال المغربي، بلال والتغطية من دفاع فريق المغرب الفاسي لحارس مرمى ومصراحة الدين شاب. صلاح الدين دخوله كان مفيدا لفريق المغرب الفاسي في هذه المباراة. كرة مساوية، مساوية ممتازة من الطرف الأيمن للمغرب الفاسي، بغياب المتابعة يتسنى يلعبها يمررها، أوه!
والرابع يا سادة، الرابع يا سادة في هذه الأمسية، هدف الحسم من بوريغا، هدف التأول من بوريغا، هدف العبور من بوريغا، والمغرب الفاسي في الدورة المقبلة، الدورة النصف النهائي من الكأس الغالية. المغرب الفاسي وصل المسير بحثاً عن خامس تتويجات بالكأس الغالية، كأس العرش. أي سعادة لمناصري الماس في ملعب سنية رمل. المغرب التطواني اجتهد وكان يأمل أنه ينال نصيب شهادته، والمغرب الفاسي تعامل مع المباراة بمنتهى الذكاء. الفرصة الأخيرة في المباراة ككل تلعب في منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع المغرب الفاسي، وكريم صبري يونيها، كريم صبري يونيها. هنيئا لفريق المغرب الفاسي، عرض لك للمغرب التطواني، على أمل وأن يلقاكم في منافسات مقبلة. لكم مني أطلب التحية سفيان رشيدي، ليلة سعيدة ودمتم في رعاية الله.